فوزيت بعيني شفتك انت وصحابك. شوف فوزيت واش كنتي؟ شوف واش كنتي؟ اخوتي نعم دقيقه خاص غير خاص غير تلبسوا له القشر والصباط ديالو. يا الله لهذه الدرجه حاجه يا ودي خلينا حنا 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 انت السلامه واحد حاجه والله الحصه الاخرى ولا الاولى اللي نهار قلت لك انا من جميع انتخابات نتاع الفيدراليه الجزائريه لكره القدم ولا الفيدراليات الاخرين ولا الكوميتي اولمبيك يا اخي انا قلتها لك من 1962 80 85 90% الانتخابات من الاول مخدومه هذه ان هذه دوك ان كاع في الفيدراسيون دو دو لي بيرو فيديرو جو دي بيان لي بيرو فيديرو خلينا نهضر نعم نعم لي بيرو فيديرو يا اخي قلت لك انا ماشي صحفي تاع الرياضه بصح كنت نتبع الرياضه لي بيرو فيديرو من 62 ميم وقت بالك 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 ما نقدرش نكذب على بالك وقت كزال ولا محمد قران معوش نعم. الاول اللي مات الله يرحمه ربي يرحمه وعمي عمر ثاني ربي يرحمه هكذا اللي اليافي اون سيرتان جو نديري با ديموكراسي مي يلي افي اون سيرتان مانيير دو ديباتر ياخذوا القرارات بيناتهم وكاع مي كاين بعض الرؤساء في العشرين سنه الاخرى هذه نصر الدين صافي 30 سنه ملي نعرفك تفضل اوكان بيرو فيدرال مام البيرو فيدرال اللي كنت فيه انت في وقت ديابي انا جيت عند ديابي واحد فيكم كاع لي بيرو فيدرو ونتحداكم واحد ما عنده الدروا يقول راو روا ولا يقول هذاك ولا البريزيدون الاخر ولا البريزيدون الاخر هذا 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 لونترينور اللي قبلوه كونتي لي ديزيني انتوما تشوفوا زابروفيت صفقوا شغل خضره فوق عشاء مات 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 خرط على الغاشي ما والو مات ما يسوى والو طالما نقول لك ديابي ديابي الله يرحمه لا الله يرحمه والله العظيم ما يرفدوا عينهم قدامه اتمنى التصريح ليس انه تواطؤ من الاعلاميين ولا تاويل للحوار ولا لتصريحات انا نقول لك لماذا العلاقه توترت بين رئيس الاتحاديه وبين الناخب الوطني علي لوزيتش لانه في مباراه الفاصله ضد بوركينا فاسو وحيد علي لوزيتش المدرب الوحيد الذي كانت له الجراه والشجاعه لابقاء مبولحي في الاحتياط والاعتماد على محمد امين زماموش وايضا سفير طايدر بابقائه في الاحتياط والزج بمجان في وسط الميدان هذه الخيارات الفنية رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يوافق عليها وحدثت مشاكل في مركز سيدي موسى ليلة اللقاء وحتى صبيحة اللقاء وأيضا هناك قضية اسمح لي لا اسمع لا لا اسمع لكن أنا ما يلعبليش بشكل الأساسي لا 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 الحوار وقلت لك أن الحوار تصريحاته أولت هذه حقيقة نعم. هذه حقيقة ما نقدرش نقول الجملة تعطى كاملة قال فهمني حبيت ترجع لي بلي شوف حكيم فوزيت طلع شوف سي فوزيت طلع نعم. شوف انا نقول لك حاجة جي سويفي فوتر ديبا خويا شوف رانا هنا بكل حرية طبعا طبعا شوف شوف بكل حرية رانا هنا اون بار اوبجيكتيفمون الرأي والرأي شوف الآخر. الرأي شوف كل واحد يحترم بالرأي طبعا انا شوف ومافي بوزي لا كيستيون قلت لك ليكيب ناسيونال سو ني با ان درام درنا 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 مشاركه مخيبه شوف مخيبه قلت الله يرحمه نهار اللي راب طاح وعلى بالكم علاش يقولوا كما قال المقرضه ليبوك اسمح لي اسمح لي اسمح لي انت في الجزائر عادي لو جينيرال كو فو بارلي تهضر فو فات اليزيون باش الناس تسمع والناس تعرف على بتشين شوف نقول لك حاجة في الانتخابات 97 وتهضر على بتشيني صدقني بالله العلي العظيم يا بتشيني اللي تشوف احترم نفسك لي دو بري احترم نفسك شوف الناس احترم نفسك لا مشكلة شوف الناس شوف الناس انا نقول لك تهضر بالناس تفضل تفضل جماعة جماعة يا جماعة تفضل صافا اقتراح كاين ناس واحد اخرين عندهم اقتراحات ولكن في البروجي لما تمد يقول لك لوبسيرفاسيون من بعد تيك يقول لك هي لي بريكونيزاسيون يعني واش حاب يقول؟ حاب يقول الاحتمالات ولا الاقتراحات الاقتراحات ومن بعد تيك واش ابري الاقتراحات نديروا ليفالواسيون هل هذا الشيء هذايا نقدروا نكملوا فيه
ولا نحبسوه ولا نروحوا لحاجه واحده اخرى. ولهذا قلت لك من المستحسن تكون طاوله كبيره ويريحوا فيها اهل الاختصاص ويمدحوا الاقتراحات. انا متفق معك نخضر، ولكن نطرح عليك اسئله. لما الاتحاديه الجزائريه لكره القدم عملت هذه السياسه هذه جنب كل اللاعبين الموجودين في اوروبا، هل تكلمتوا عملتوا طاوله وقلتوا لما انتم ما عندكمش الحق ولا كيفاش؟ ما قلتوا اي شيء. يعني هذا المشروع هذا احنا ما نخسروا منه اي شيء الاخضر، ما نخسروا اي شيء. اسمح لي برك باش نناقل الفكره تاعي، علاش ما نخسر اي شيء؟ انا متاكد هذا المشروع هذا ينجح، انا متاكد 100% الاخضر ينجح وننقذ الشباب الجزائري ونعطي له فرصه ونعطي ونخليه يخمم بطموح في المستقبل. المستقبل وشنو؟ وهو نخلي الشاب الجزائري اللي يلعب في الجزائر يطمح يوم من الايام يلعب في الفريق الوطني. هذه واحده. ثانيا راك تقول لي هذا المشروع بالك ينجح بالك ما ينجحش، ما نجيبش نقول هذا باسكو نخسروا اي شيء مع المشروع. انا نقول لك على السياسه الحاليه تاع الاتحاديه اللي نديرها في كره القدم. 2006 لم نتاهل لكاس افريقيا. 2008 لم نتاهل لكاس افريقيا. 2012 لم نتاهل. 2013 نخرج من الدور الاول. الرئيسي عن هذا الامر يعني اللاعبون برأي قدموا ما لديهم، هل المدرب نجح؟ المسؤول الرئيسي بالطبع. لا المدرب ما جاش وحده، المدرب اختيره. ولما نختار مدرب من المفروض تكون فيه معايير حسب الامكانيات تاع الفريق نتاع فسات التصفيات العالميه والكاس الافريقيه، تكون عنده الشجاعه ويدير وحوصله حسب هذا المشاركه اولا، وحوصله على كل ما كان يعني يسير في الكره الوطنيه منذ 10 سنوات. الجزائري من خلال المجموعة الجيدة من اللاعبين الموجودين بالنسبة للخضر، هل تعتقد أن اللجوء سيكون إلى مدرب جزائري أفضل في هذه المرحلة بالذات؟ لا، اختيار المدرب لابد أولا وقبل كل شيء هو وضع الثقة في الإطار الجزائري. هل يعني شيء مفروغ منه؟ لهذا اليوم فيه كفاءات كبيره، لابد اعاده النظر في هذا الموضوع خاصه، واعاده النظر في تسيير الانديه والامكانيات الهامه يعني اللي لابد تكون عند الانديه، ورد الاعتبار خاصه للاعب المحلي. اليوم رانا شفنا بعض اللاعبين اللي ما كانش عنده مستوى، يعني كان مستوى متقارب مع اللاعبين المحترفين اللي في اوروبا، مثل حارس المرمى، مثل مفتاح، مثل سليماني خارج من البطولة الوطنية، بن زبيني خارج من البطولة الوطنية. وتعادل آخر إلى ذلك خلال الندوة الصحفية. هذه المسؤولية لوحدها. أعتقد أن شكرا لك يا الكابتن. خارج من البطولة الوطنية، ولهذا اليوم إعادة الاعتبار للإطار الجزائري سواء لاعبين أو مدربين. رجل ثبات معنا، كنت في كل مره تؤكد بان المنتخب الجزائري غير قادر ولن يقدر على الفوز بكاس افريقيا في افريقيا لعده اسباب من بينها الطقس. الان الناس لا تسال ماجار، خلاص الناس الان اقتنعوا بكلامك. ماجار في افريقيا، شوف محمد، شوف تكلمت اكثر من مره، اكثر من مره تكلم واعطيت الحلول لكي المسؤولون يسمعوا نصائح تاعنا المتواضعه لكي ممكن تفيد المنتخب الوطني الجزائري في افريقيا. انا اقول دائما، قلت لك محمد وما زال دائما اقول لك، المنتخب الوطني الجزائري لازم يكون متكون باللاعبين المحليين واحسن اللاعبين الموجودين في اوروبا، لكي نسمح للمدرب الوطني ان يقوم بعمل في الجزائر مع المحليين التربصات والمباريات الوديه. هذا شيء مهم جدا لكي يكون ليزوتوماتيزم مع اللاعبين. لازم المدرب يعيش اكثر من مره مع اللاعبين في التربصات. الان من جهه اوروبا عندنا لاعبين سيتلاكي، عندنا لاعبين مميزين، نهار نحبوا نبيهم لمباراه الوديه حتى لو ما يكونوش داخلين في برنامج الفيفا ممكن يجوا يلعبوا معنا مباريات. وفي تاع ليكيب ناسيونال كومبوزون دوك تاع ليكيب ناسيونال مكونه باش اغلبيه عندك لاعبين يلعبوا في الخارج. نعم. دونك لازم البروفيل تاع لونترينور كالكان اللي يعرف العقليه باش ما يضيعش وقت. اوكي. تاع لي جوار بروفيسيونيل. انا قلت انا باريزومبل ربح ماجات ولا بالماضي لانه هما كانوا محترفين في الخارج. يعرفوا العقليه. في الجزائر يعرفوا العقليه.
فهمت واش حبيت؟ دونك يا با مال دو بارامتر ماشي غير حاجه. سي لا ميم شوز. دونك لازم دير ان بروفيل دو لونترينور. عطيش لازم تعطينا اسماء شيخ، لازم باش عطيش كيف لاننا احنا كصحفيين ما نقدروش نقيموا المدرب، ما نقدروش نعرفوا ورا المدرب المليح ورا المدرب موجودين كاينين خاصة نشوف المقياس يعني الوحيد هو المدربين اللي عندهم كفاءة. كي كان حي الرئيس فيدرال الراحل رشيد حرايق ليزاسيز مات قعدوا في القجر، لازم ديزاسيز ناسيونال، لازم حوار متواصل، لازم شركاء تاع كل مكان. طيب انا اسم ممكن نعطيك اسم الحاج محمد مشرار اللي هو يعني مثقف وعقل ويملك النظره يعني تقدر بان ولا كوميونيكاسيون معاه عاديه بصح ينجم يكونفانكيك يعني يقنعك بالكلام والملموس بالشيء ممكن كيف مصير مكونه باش اغلبيه عندك لاعبين يلعبوا في الخارج نعم دونك لازم البروفيل تاع لونترينور كلكان اللي يعرف